فن الإبرة، الرسم على الماء. إن فن الإبرة ليس فناً تقليدياً شكلياً، بل هو فن أصيل يرتبط بجذور إسلامية متينة. له أسلوبه المتميز وطريقته الخاصة، إنه يتحلى بالروح والمعنى التي تكمن في لب الحضارة الإسلامية. ويتم تنفيذ هذا النوع من الفنون عن طريق استخدام حوض تخلط به مادة بيضاء صمغية مع الماء، وتفرغ الصبغات المجهزة على وجه الحوض عن طريق الرش باستخدام الفرش، ثم تحرك الألوان بأدوات خاصة ذات أشكال متعددة، وتنتج أشكالاً ورسومات رائعة. ولنقل هذه النماذج والرسومات، يستخدم ورق من نوع خاص لامتصاص الصبغات، حيث يوضع الورق على سطح هذه الأشكال، ثم يمسك من الأطراف، ثم يقلب دون هز أو تحريك. وكان لرسوم الإبرو مكانة مرموقة عند السياح القادمين للأراضي العثمانية التي بلغت آنذاك أوج ازدهارها في الفن والثقافة والعلم والتكنولوجيا.